هل ينزعج طفلكم عندما تسأله أن يفعل ما لا يحبها؟ يمكنكم أن تجعلوا الأنشطة الأخرى التفضيلية ممتعة أكثر عن طريق اقترانها مع أنشطة يحبها طفلكم. أولاً، فكروا في نشاط لا يحبه طفلكم، مثلاً ترتيب السرير. ثانياً، فكروا في نشاط يحبه طفلكم فعلاً، مثلاً الاستماع إلى أغنيتي المفضلة. ثالثاً، اقترنوا النشاط الذي يحبه طفلكم مع النشاط الذي لا يحبه. من المفيد إذا كان النشاط المفضل متاح رئيسياً في الوقت نفسه كنشاط الأقل التفضيلي. يمكنكم أن تخفضوا النشاط المفضل عندما تنخفض مشكلات طفلكم السلوكية. شكراً للمشاهدة.